مش دريا شفيق كانت بتطلع بنت النيل في الخمسينات مجلة شهرية ومجلة يعني فيها قدر كبير من الأرستقراطية، يعني مش نازلة بتعمل مظاهرة وبتعمل قاعدة قدام البرلمان، إضراب عن الأكل، كلهم ستات شيك. أيوه. مش بعاد قوي يعني، ومتعلمة في باريس واخدة دكتوراه من باريس. لكن اللي عمل الصحافة النسائية حقيقة هي فتحية بعيد، وهي اصلا بتخرج من كليه الحقوق، اشتغلت محاميه شويه، وده افادها جدا لانها جت، انا اذكر لها اول حديث مع الشيخ الازهر، قالت له الغي بيت الطاعه ده اهانه للمراه. لا ازاي ده، انت عايزه تقلبي الدنيا، قرارات ثوريه. فكانت للاسف هي عيت سنه واحده وتوفت. وانا اذكر انا عمري ما شفت هيكل بيبكي غير مره واحده، فتحيه بهيد يدفنوها. لكن جاب كمان مع الملاخ، الملاخ طبعا الصفحه الاخيره، الصفحه الاخيره، والملاخ فنان وبتاع ديكور وبتاع اثار ومراكب الشمس طبعا وكل ده، فعمل صفحة يعني. هو كان بيغيظ هيكل يقول له الناس بتقرا الأهرام من الصفحة الأخيرة مش من الصفحة الأولى. وفعلا كان عمل شغل هايل. بحري عمل إخراج مختلف تماما عن اللي كان قبل كده. طيب ساعات أنا بأشعر أن هناك سر لدى الأستاذ هيكل، يعني الأستاذ هيكل صحفي بارع، كاتب عظيم، لكن رئيس تحرير رائع، بس كمان إداري، يعني مش بس رئاسة أهم التحرير. حاجة اختياراته، هو بيختار نوعيات من الصحفيين اللي هم ممكن يعتمد عليهم بلا شك، كفاءات موهوبين. وحتى لما جه الأهرام وجاب معاه السبعة اللي بقولك عليهم دول، كان في ناس في الأهرام اوريدي، يعني طبعا نجيب المستكاوي طبعا اللي عمل الصحافه الرياضيه في مصر طبعا